وأرجوك يا عبد الحليم عشان احنا بنحبك وانت بتمثل مصر الابتعاد عن الجمل اللي الواحد يحس ان فيها تهريج زي الحاجات اللي هقول لك عليها دي، زي مش عارف ايه يا سابق يا لا يا اختي يا اختي مش عارف ايه يا دنيا عزينا ومش عارف اقول الكوا مش عارف ايه قبلينا وبعدينا ده. الحاجات دي كانت بتتقال لما كانوا ناس بيعزوا او ماشيين ورا جنازة او بيدوروا على عيل تايه. اهي اهو ولدي كبدي يمكن اللي قالك انها كويسة وانها جماهيرية. ارجو الابتعاد عن الحاجات دي، انت عظيم ولازم تفضل عظيم، وانا يعجبني فيك مش بس صوتك الجميل وذكائك وعقليتك، فأرجوك تبتعد عن المعاني دي لأن احنا لازم نرتفع لمستوى الجماهير وهم كمان نرقى بإحساسهم. ومن النجيب الصبر يا الله يداوينا.